السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبطال الصف السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. يلا نستكمل مع بعض شرح منهج اللغة الإنجليزية من الكتاب المعاصر، والنهاردة هنكمل معاكم يونت 4 الوحدة الرابعة، واللي عنوانها Celebrate Good Times، الاحتفال بالأوقات السعيدة. النهاردة معدنا مع Lesson 4 and 5، الدرس الرابع والخامس، آخر درس عندنا في يونت 4. وتعالوا نبدأ بالكلمات، وأول كلمة عندنا Mother's Day. Mother's Day اللي هو عيد الأم. Sincerely يعني بصدق وبإخلاص. Local community اللي هو المجتمع المحلي. Celebration يعني احتفال. Celebration. Character يعني شخصية. Dress up يرتدي أو يتنكر. الكلمات الإضافية Event يعني حدث. Address يعني عنوان. Details يعني تفاصيل. Costume يعني زي تنكري. Prize يعني جائزة. Spelling اللي هو الهجاء. تعالوا نشوف الـ conjugation of verb، تصريفات الأفعال. Attend يعني يحضر. Attended. Reply يرد أو يجيب. Replied. Correct يصحح. Corrected. Figured out Confirm يتأكد. Confirmed. Receive يستلم. Received. تعالوا بقى نشوف الـ important expression and preposition، بعض التعبيرات وحروف الجر الهامة. As well as يعني بالإضافة إلى. Reply by الرد بحلول. Yours اللي هي sincerely اللي هي المخلص لك يعني. Addressed to يعني موجه إلى. Be addressed to. دي بعض الملاحظات وحروف الجر. تعالوا بقى ننتقل للتكست أو النص اللي عندنا، والنص اللي عندنا عبارة عن إيميل بعته. اللي بعت الايميل هنا راندا جمال دي اللي بعت الايميل لصديقها اللي هو مستر احمد. بتقول له طبعا الموضوع بخصوص ماذرز داي سيليبريشن اللي هو الاحتفال بعيد الام. بتقول له دير مستر احمد، I'm writing to invite you to our school's mother's day. انا بكتب الايميل ده عشان اعزمك على الماذرز داي اللي هو عيد الام، احتفال عيد الام، Mother's Day celebration this year، في هذا العام. We are organizing a special day، احنا بننظم في يوم مميز كده. For the event، للحدث ده. On Sunday March 21، يوم 21 مارس طبعا، ده موافق الحد. Details below، التفاصيل تحت جاية اهي. As well as students، بالإضافة إلى الطلبة and teachers والمعلمون. We are inviting people from the local community، احنا عازمين ناس من منظمات بقى المجتمع المحلي. Who often help our school، اللي دايما بيساعدوا المدرسة بتاعتنا. We very much hope you can attend، احنا بنتمنى ان انت تستطيع الحضور. طبعا date التاريخ Sunday March 21. Time الوقت 4 PM to 7 PM. Location الموقع school hall، صالة المدرسة. RSVP in writing to the email address above، يعني هترد عليا بقى على الايميل اللي انا بعت منه ده. Please reply by February 22 to confirm if you can attend the celebration، يعني هترد علينا قبل يوم 20 اذا كنت هتحضر. طبعا yours sincerely طبعا راندا جمال، اللي كاتبه الايميل اللي هي راندا جمال. جاب لي هنا بيقول لي ازاي نكتب دعوه رسميه عبر الايميل او البريد الالكتروني. بيقول لي we use formal language، طبعا نستخدم اللغه الرسميه. when we speak or try to people we don't know، بنستخدم اللغة الرسمية لما نكتب لحد احنا ما نعرفوش. بعد كده we use polite language and correct spelling and grammar and informal writing، الكتابة الرسمية هنكتب بقى بدون أخطاء كتابية، والجرامر برضو كل ده هنأكله. بعد كده هنا الفورمال الرسمي هيكون sincerely celebration attend confirm dear، إنما الانفورمال الغير رسمي اللي احنا عارفينه طبعا لو صديقك buy for now party come to say yes or no hi. بعد كده عندي بعض العبارات اللي بنستخدمها زي dear I'm writing to please reply yours sincerely. الحاجات دي كل حاجة وظيفتها بقى dear دي opening phrase، I'm writing to دي reason for writing، و please reply ده request طلب طبعا، yours هنا دي closing phrase. طبعا جاب لي ايميل تاني نفس الفكرة، خلاص مش هنكرر مرة تانية. بعد كده book day party، Let's celebrate reading, dress up as your favorite character from your favorite book. Figure out which character your friends are from the clothes they are wearing.
We have an amazing prize for the best costume. Come and try our drinks and delicious snacks. Thursday 2 PM in the school hall. Family members all welcome. يعني دي دعوة لحضور حفلة يوم الكتاب. طبعا تمام الترجمة موجودة هنا بالعربي. تمام بقى كده ايه نهاية lesson 4. تعالوا بقى ننتقل لإجابة التمارين General Exercise on Lesson 4 and 5. السؤال الأول Lesson Incomplete. عايزين نكمل الكلمات اللي ناقصة هنا. النص بيقول لي إيه بقى؟ بيقول لي Next week is our school's Mother's Day Celebration. الاحتفال بتاع Mother's Celebration. We are inviting all the teachers and the families of the students. We are organizing a special day for the event. We are inviting people from the local community who often help our school. تعال نشوف بقى ايه الكلمات اللي ناقصه. Number one بيقول لي next week is our school's Mother's Day celebration. الاحتفال طبعا يبقى نكتب هنا كلمة celebration. Number two بيقول لي we are inviting the families of the students. احنا عزمنا العائلات بتاعة الطلبة students. Number three we are organizing يعني organizing يعني بننظم بقى special day. في الأخير we are inviting people from the not community طبعا local community هنا local community. ده كان السؤال الأول. تعالوا بقى ننتقل للسؤال الثاني. بيقول choose the correct answer. Number one I hope all the guests can not at the party invite miss attend ولا forget. طبعا أكيد بتمنى إن كل الناس attend the party تحضر الحفل. The word celebration means معناها إيه بقى celebration experiment experience party ولا game طبعا حفلة celebration احتفال. 3 please call me to not if you can come confirm forget hope sale طبعا confirm تأكد عليها جاي ولا لا. Today we not to the theater to watch a play. Going to go goes we are going طبعا we جمع تاخد are going. 5 no he isn't not he's at school but he isn't sleeping بالانجليزي. Who not wearing the red dress who is wearing the red dress. طبعا ننتقل لquestion 3 سؤال الترتيب. بيقول لي the local people we are اللي هي where يعني community inviting from. يبقى كم هتبقى number 1 come and دي هتبقى number 2 try number 3 come and try our drinks هتبقى 4 and هتبقى 5 delicious snacks وجباتنا ايه اللذيذه. Number 3 بيقول لي hope you can I attend I hope you can attend. في الأخير هنا the schools تبقى number 1 Mother's Day celebration is on Sunday. في الأخير هنا سؤال المنكتويشن طبعا هنا الـ F Friday أيام الأسبوع نعملها capital وفي الأخير هنا الفول ستوب بالنقطة ونمبر 2 طبعا الـ D أو الحرف الجملة capital وفي الأخير هنا الـ question mark أو علامة الاستفهام وبكده نكون وصلنا معكم لنهاية lesson 4 الدرس الرابع. Goodbye.